الاخوان حنا دابا حاليا كنا مريحين حتى تسمعوا بانه وقع واحد الحريق في سوق الخميس. انتقلنا لعين المكان مباشره، صراحه الحمد لله لقينا الاجهزه الامنيه كلها هي واقفه تدير الدور ديالها، لا وقايه المدنيه لا امن وطني لا سلطات محليه. الحمد لله دابا حاليا راه كاينه شبه سيطره على الحريق، ولكن مازال الاخوان ديال القوات ديال الوقايه المدنيه راه باقي خدامين تيدخلوا في الحريق. والمنطقه اللي دابا حاليا فيها الحريق راه منطقه حساسه بزاف نظرا لتواجد العديد من 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 المحلات ديال النجاره، هذا الشيء اللي تيجعل الحريق ينتشر بواحد الوتيره سريعه. ومن هذا المنبر من دابا تقريبا راه غادي يكون واحد تقريبا واحد 100 محل دابا اللي غادي جات عليه هذه الحرائق. هذا الناس مساكن هنا راه ضاعوا في رزقهم دابا، ولا حول ولا قوه الا بالله. دابا حاليا حنا كجمعيه خدامين على واحد البرنامج بينا نديروا باننا بينا نعزلوا سوق الخميس على حي الزراب، يعني خدامين بينا نسدوا المداخل كلها وما تيسعوا، خدامين على هذا البرنامج. هذا العمل ديال الحريق حنا ما عرفناش اشنا هو الاسباب ديالو، اشنا هو الدوافع ديالو، واش هو عباره عن تماس كهربائي ولا نتيجه عن فعل فاعل، الله اعلم. حنا ما عرفناش هذه المسائل اش وقع فيها. دابا اللي تنطلبوا من الله عز وجل هو حنا دابا حنا نسيطروا على هذا الحريق هذا وترجع الامور لما مجراها الطبيعي، ونمشيو نعيدوا مع وليداتنا. انتم كتشوفوا راه متنخروفي، كنت تنذبح ونجي تنجري، والامر لله. تسي زكريا شكرا جزيلا بارك الله فيكم. خويا جينا تقولوا لي سوق الخميس حتى العافيه، كنا في الترميبيه ما عليا حتى جيت للسوق تبان لي العافيه شاده في السوق. ايوا هادشي اللي كاين اخويا، بنت العافيه كثيره ما باقاش يقدروا يدركوا ما يشدوا فيها اخويا. لا ارواح ما كايناش، كانت واحد اللي كان بغى يضربوا الطو ساعه الحمد لله. تقريبا دابا شي محلات اللي تقاس غادي تكون شي 20 حانوت اللي تقاس في الخميس دابا اللي تقاس دابا، لانه كاين المحلات اللي في التريبه باقي كاع دابا ما مفرنش باقي فيهم العافيه شاده فيهم. اسباب ما عرفتش اخويا لانه ما كنتش حاضر، اسباب جينا ما تيقول لي العافيه شاده اخويا. الصغير اللي جا شاف هنا قال لي شاده العافيه قريبا لنا جيت تمينا جايين تنشوف واش توكل. السلام عليكم الاخوان، واحد التصريح بخصوص الحريق اللي ما عرفناش شنو هما الاسباب ديالو. المهم راه تحرقات، ولكن الحمد لله كاينين اصحاب الوقايه المدنيه سيطروا عليها الحمد لله، وتنشكروا السلطات اللي حتى هما واقفين وتعاونوا معنا وما خلاوش الضجيج والصداع يكون في وسط السوق الحمد لله. وكاين الشرطه، كاين السيد الباشا، كاينين اصحاب القوات المساعده، وكلشي تنشكروه. المهم سيطروا على العافيه 22 محل اللي تحرقات، وشكرا. السلام عليكم. السبب ما عرفناش ما عرفتش ما نقدرش نقول لك. هو اللي كاين وهو الوقايه المدنيه كانت
تبارك الله والسيد الباشا من السباقين اللي جاوا وقفوا على هذا الشيء، والخسائر تبارك الله ما يمكنش نحددهم انا، حيت الناس اللي تحرقوا لهم محلات هما اللي يقدروا يعطوكم شحال تقريبا ديال الخسائر.